قلت لك هذا مثلا كنشاركوا فيه دائما وشبعنا هو ذاك واش الحمد لله الفرقه اللي غادي تشوفوها دريك راه غادي تتكون ان شاء الله راكم كتشوفوا فيها اللي غادي نخدموا العروض دريك راكم غتشوفوا فيهم ان شاء الله كيفاش كنفرق الجمال وكيفاش كان 24 جمل كنخدمها وكل سته كنعطيها في واحد التور وذاك ملي تشوفوا ذاك الشيء كامل دريك غنشوف تشوفوا ان شاء الله وراكم اتفاق الهجن اصلا مخلينه الاباء عن اجداد الناس الاولى هي اللي مخليه هذا السباق كانت السباق الاول اللي كان ديروا على المناسبات وعلى المهرجانات كان دير هذا السباق اليوم عاد تديروا في المهرجانات المهرجانات فين ما كان مهرجان في المغرب ولا في اي دوله كديروا هذا السباق هذا كيشوفوا ناس صغار ويشوفوا بنت صغيره ويديروا هذا السباق هذا هو المشاركين يمشوا فيه حتى ال 50 وحتى ال 60 وحتى 70 يمكن يعودوا فيه ويمشي من 10 وطلع الفوق حسب اللي بغيت انت يعودوا فيه المشاركين هذه متوارثه هذه العائده هذه مخلينها اباء جد ورث هذه من الاجداد للاجداد وحنا كنشاركوا في هذا السباق هذا السباق الاول اللي كانت لدى المناسبات العرس هو اللي كان يدير هذا السباق دريك تاع المهرجانات هو اللي كيديروا في هذه السباقات هذو لا من الاعمار مختلفه الناس صغيره زمن الاول كانوا يديروهم من الاعمار الكبيره دريك هذا الزمن الصغير عاد من الاعمار الصغيره اللي كيديروا في هذا الحالات اللي مازال محافظين على الموروث ومازالوا يعدلوه كل سنه وكل تقريبا قاعدوا يدرك يديروا كل شهر هذه النسخه 15 من الموسم تتميز اولا بتنوع وبغناء يعني البرنامج الفني والثقافي وكذلك بحضور موريتانيا الشقيقه كضيف شرف ما دام ان هناك يعني تراث بيضاني حساني مشترك بين الجهات الجنوبية المغربية وبين موريتانيا ثم هناك حضور قوي كذلك لوفد إيطالي لأن هناك دراسة إمكانيات توأمة مدينة طنطان وبعد الأمدن الإيطالية خصوصا مدينة سيليا وكذلك دراسة إمكانيات اتفاقيات اقتصادية على جنب في جميع الميادين سواء الفلاحية والصناعية والسياحية بين جهة قلميم ودنون وبين مدينة طنطان أو إقليم طنطان